مسيتكم بالخير البنات. اليوم دخلت عندكم في عشية رمضان هذه، إن شاء الله تدخل علينا بالصحة والهنا بزوج حاجات حلوين للسحور بيان سور. أنا وجدتهم لولادي، فوالا دونك عندنا ان كيك راكو تشوفوا هنا التمر، الله الله شباب. راح نخدموا حاجة تقليدية وحاجة مودرن، دونك هنا راكو تشوفوا نفوتو بلو كيك. سي ان كيك يشربوا بيه حليب وقهوة، يعني يسحروا بيه كوم الدراري جينيرالمون ما يحبوش الطعام بالزبيب. دونك عندنا ان كيك فريمون تري انرجيتيك بينيفيك، يعني ما شاء الله. شوفوا هنايا عندي رطل تاع التمر نديرو في كاسرونه، تشوفوا نوجدتو لداخل الكاسرونه، حيت له العلفه بيان سور العظم، ودرتو وندير معاه زوج كيسان ماء راكو تشوفوا. وهنا عندي نص كاس سكر، انا درت لا كاسوناد ولا لا فيرجواز ولا لو سوكر برون ولا لو سوكر رو، سموه كيما تحبوا، ولا جينيرالمون ديروا لو كريستاليزي هذاك تاع قهوه حليب. فوالا دونك نديروه ومن بعد نحطوه فوق النار يطيب جور، نخدمو اون كونفيتور. وهنا شوفوا هاولي كي وجد شرب لي كامل ذاك الماء، تعسل لي ذاك التمر. جو في لو ميكسي، يعني نضربو بلو برا ميكسي، وتولي لي اون بوري دو دات، معناتها معجون التمر. هذا الكيك يعني فريمون كي تاكلو مرصو في السحور ما تجوعوش كامل. شوفوا هنايا زدت له واحد 100 غرام نتاع زبده، وراني نميكسي هذوك الذوب دي مومو كره سخون. فوالا هذا سي لا باز نتاع لو غاتو تاعنا، صدقوني ديروه وما تندموش. فوالا وهذا يشد لكم سمانه 15 يوم، غلفوه كل ما بقى كل ما يولي بنين، لي سافور هذوك يتخلطوا اي تو. دونك ما عندي ما نهدر، سيوه فوالا. شوفوا لا بيوري تاعنا هايليك، شوفوا كيفاش تجي لا بيوري هذيك. نخلوه يبرد شوية. وهنايا عندنا ثلاث بيضات، شوفوا واش عندي هنايا. عندي زوج مغارف تاع رب التمر هذاك لو كونسونتري دو دات، عندي بيكربونات، وعندي مغرف ماكلة تاع الكاكاو. هنا زوج كيسان تاع الفارينة وباكي لا لوفور. شوفوا نفوتو نكسرو نعاود لكم لي زانغريديون بالعقل. دونك عندي ثلاث بيضات نديرهم في سالادي، نضربهم هكذا تري تري بيان، نضربهم لو فوي، ومن بعد نزيد لهم هذيك لا بوري تاع لي دات ولا كونفيتور ولا اون كومبوت دو دات، سموها كيما حوالكم. شوفوا هنايا تكون تياد بيان سور، نضربها تري تري بيان، ما تجيش حلوه. درنا غير نص كاس تاع سكر، قلت لكم لا كاسوناد ولا هذاك لو سكر نورمال، مع زوج كيسان ما. وانايا جبت رطل كي نحيت له العلفه وصل لي 450 غرام، نتوما ديروا رطل وخلاص. فوالا كي تنحوا العظمه هذيك سي بون، وخيروا التمر لي شويه مليح ماشي داك اليابس. فوالا شوفوا هنايا جو في بيان باتخ، نخلط هذاك البيض مع ديك لا بيوري تري تري بيان، نضربهم. تستحقوني مني باتور ني والو، هنايا وفوي سي وتمتم ما تعليه لي هذا، خدموه في الليل ولا للسحور يوجد لكم. فوالا دونك هنا واش نزيد، نزيد زوج مغارف تاع رب التمر ولا لو كونسونتري دو دات. فريمون دزاير لي تري ريش بلي دات، دونك راك تشوفوا عندنا كل خير في بلادنا، اون كونسوم حاجه تاع لوكال بيان سور. هنا واش نزيد شويه قرفه، تقدروا ديروا لي كاتيبيس. لي كاتيبيس هما الزنجبيل، نوا د موسكات، قرفه، وبيان سور لو كلو جيرافل. وهنايا راك تشوفوا راني نصير في مغرف ماكله تاع كاكاو، فوالا تقدروا ما ديروش لو كاكاو سي او شوا. على هنا صيرتها. عندنا هنا يا 10 غرام تاع بيكربونات و 10 غرام تاع خميرة الحلوة، يعني ساشي دو لوفور شيميك. دونك لون توي بورتو عندي 20 غرام، 10 من لا بيكربونات و 10 من لا لوفور شيميك. عبالكم لا بيكربونات عندها نوتر غو بارابور لا لوفور. ونضرب تري تري بيان، تشوفوا هنا ستان مال ميلونج اونكتو، راهي خاطر فوالا عاقد. من بعد واش ندير، نبدا نصير في لافارين ولا مقبل. شوفوا عندي دي كونكاسي انا بلوتو دي فروي ساك، عندي شويه واسمو هذاك لي زابريكو ساك قطعتهم اون كوب، عندي لي سوريس كونفيت، عندي شويه زبيب، هاني نديرهم في لافارين باش ما يهبطوليش في لو كيك. هنا نفوت نحط ان فير دو فارين، يعني كاس فارينه نفوت نحطه هو الاولاني. فوالا هنا دوك نجيب اون ماريز باش نخلط خير. فوالا شوفوا
وهذوك لي فخويسه كان يدرتهم في ان دومي فيغ دو فارين، معناتها لو كيك هذا يقدر يرفد واحد ونص كوم يقدر يرفد زوج، على حساب نتوما الفاري واسمو هذاك البيض، على حساب هذاك لو ليكيد نتاع لا كونفيتور هذيك. دونك نتوما وجدوا زوج كيسان وشوفوا، انا هاوليك درت غير زوج، بلوتو كاس ونص. وهنا وجدت مولا كايك فيه واحد 28 باغ 9. شوفوا انتم كي تعمروا ان مولا كايك جينيرالمون توجور او 3 كار، ما تعمروش حتى للفوق، كلكو سوا لا غوندور تاعو ولا ليبيسور ولا لا لارجور، ولا عمروه توجور او 3 كار. الا تعمر او ماكس عرفوا باللي راه صغير على لاباط. وهنا جو في ايغاليزي افيك لو دو دون كويير، يعني لو ظهر تاع المغرف نشمخو في الماء باش يمشي لي فاسيلمون هكذا. ونوري لكم واحد لاستوز باش هذاك لو كيك ما يتنفخش، ما يديرش اون بوس، معناتها عروره من الفوق. دوك تشوفوا واش ندير، فوالا هاني وريت لكم هنايا. شوفوا دوك ندير مغرفه لداخل للماء هنا قبل نمسح هذوك لي بوردور باش ما ينحرقوليش. فوالا هنا وريت لكم، شوفوا نرفد لي غير كاس ونص، ما رفد ليش زوج. فوالا هذه كامل باش تشوفوا كل ما كل واحد يقول هاوليك. شوفوا انا درت لو دو دو لا كويير في الاخر وندير شغل اون فوس، علاش؟ باش هذاك الفار يولي على الداخل. بيان سور نطيبو دون ان فور بري شوفي 180 نورمالمون، يحكم واحد 50 مينوت، قريب ساعه هو يطيب باسكو ثقيل. ندخلو ان بيك ونشوفو. هنا شوفو فريمون راه طاب لي بيان بيان، سوبودغيتو ان بو دو سكر غلاس وشبحتو بلي فخوي هذوك اللي درنا. دوك نقدر نقسم لكم ان بتي مورسو مالغري كو مازالو سخون. هذا وين نحيتهم لو فور، شوفوا هنايا يبان لكم يابس في الاول، سي تو تافي نورمال. ومن بعد كل ما يقعد كل ما يطرى هذيك لا كونفيتور تنديه اي فا اتر بلو مو ابري، يعني صدقوني ديروه سورتو اللي يحب لو كو تاع لا كانيل، يجي عنده لو كو ان بتي بو تاع لي لو بان دي بيس. شوفوا هنا دوك لي فري كونفي كي درتهم في لافارين كي ما بركوش للتحت، يعني جاو اي باربيي كاع لداخل لاباط. نزيد نقسم لكم ان دوزيام مورسو او مازالو سخون وتشوفوه فريمون سيو في هذا رمضان. نبدلو شويه بالبريوش، نبدلو من الطعام. تعرفوا لي جون تاع دوك يحبوا شويه، يحبوش توجور لو كلاسيك، حنا اللي نحبو التقليدي بزاف. شوفوا هنايا فريمون ديروه وما تندموش. تقدروا تزيدوا له دي كونكاسي باغ اكزومبل شويه جوز ولا هذا، سي كيما يقولوا هاو الكلفار مازال يخرج منه مازال سخون. ان شاء الله تجربوه وتسيوه ويعجبكم، و فريمون كونسيستون هذا كي تاكلوه ما يشد، يعني يشد في الكرش مع قهوه حليب ولا مع فيغ دو جو ولا. شوفوا نتوما واش يخرج عليكم. وانا راني شبحت لا طابل تاعي كيما يحب الخاطر. شوفوا ذاك الزبيب الله الله، وواحد الريحه ما عندي ما نهضر. هلا شوفوا تاكلوه بالصحه ولهنا ان شاء الله، ويدخل علينا هذا رمضان بالصحه ولهنا. فوالا هذا سي لو برومي حلو اللي درتو. انا سميت اليوم لا غوسات الحلو نتاع اليوم، يعني ان شاء الله ربي يحل لي ايامكم ويامنا كامل. وهاو ليك عندنا تاني تانوتر بلا هذا تقليدي من المودرن، رحنا للتقليدي توجور ما نفرطوش فيه. عندنا طعام بالزبيب برك، انا تشوفوا هنا طعام يبان مارون، هذا طعام نتاع القمح لو بلي كومبلي. انا سربيته مع كويس ولا طويس نتاع حليب ولا لبن، شوفوا نتوما بمن تحبوا. درت له في الوسط هذيك شويه زبده ليها يدابت. فوالا وزوقتو بزبيب الكحل وزبيب الصفر، ودهنتو بيان سور بزبيده الله الله، درتلو شويه سكر هذا ما كان. واللي يحب ما يحبش لو كيك ياكل هذا، باسكو انا ولادي ما يحبوش الطعام، دونك انا درتو ليا انا ومولا بيتي هما ياكلوا هذاك لو كيك الا حبوا. هذه هي الانسان يتقود بحاجه اللي باش يشد لا جورني. وبيان سور ضويت عليكم بهذا الشميعه، لا يضوي علي لا يضوي ايامكم، وان شاء الله يدخل علينا بالصحه ولهنا دار رمضان، وان شاء الله كيما يقولوا يصيبنا صحاح ومهنيين، سي ليسونسيال. وما الماكله سي جوست ان بلوس، سي فري الانسان صايم لازم ياكل، مي كاين حوايج يسبقوا الانسان، يسبق يعني المحبه ويسبق السماح ويسبق النيه ويسبق هاد الحوايج. وربي ان شاء الله ودعوا معايا راني درت لكم هذاك الاخر تاع زوج يدين، ان شاء الله ربي يدخل علينا بالربح والهنا والصحه والامان.
هذا هو ما الصح. شوفوا هنا نوريه لكم كيفاش جا. الله الله، تاع طعم تاع القمح انا شريته ودرته، نبدلو شويه من الابيض ويلي تخي بون هذا تاع القمح، ومع التمر الله الله، كويس حليب ولا كويس لبن ولا هاوليك. الله اكبر، ان شاء الله ربي كما يقولوا يعلي شانكم، وهذا رمضان ان شاء الله نجوزوه بالهنا والصحه. هذا واش نحوسو، هذا هو بمال الدنيا كامل. والله هاوليك، والله يضويها عليكم كامل في نهار اليوم، وان شاء الله نصوموه بالصحه. هذه هي، وان شاء الله مازال عندنا لوتر غوسات، تشوفوهم معايا مجايين، غير يعني نفوت في التقليدي ما نفرطوش فيه. احنا بلادنا لي تخي غيش في التقليدي، هذا مثوم وهذه شربة فريك وهذا بوراك وهذه قلب اللوز، يعني ما شاء الله. بلا ما ننساو ان شاء الله الدعاء والصلاة والاستغفار وتراويح ان شاء الله اللي يقدر عليهم.